السيسي يؤكد خلال تفقده مشروع مدينة الجلالة أهمية هذه المشروعات لإسهامها في تحقيق التنمية وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة. الجيش التركي يواصل عملياته العسكرية في عفرين، وأنقرة تحذر واشنطن من تداعيات الدعم العسكري للأكراد وتأثيره على المشاركة بين البلدين. تصاعد الاشتباكات بين الجيش اليمني والحوثيين على عدة محاور، والبنتاغون يؤكد دعمه للحكومة الشرعية اليمنية سياسيا ولوجستيا. أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في مسهل نشراتنا الإخبارية الصباحية لهذا اليوم والتي تأتيكم من قناة النيل الأخبار من القاهرة. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهد المبذول لإنجاز المشروعات الكبرى وفقا للبرامج الزمنية المقررة، وذلك خلال تفقده مشروع مدينة ومنتجع الجلالة. كما أكد الرئيس على أهمية هذه المشروعات في ضوء مساهمتها الكبيرة في تحقيق التنمية وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة. في إطار متابعة سيادته لمعدلات سير العمل بالمشروعات القومية الجاري تنفيذها، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية لمشروع هضبة الجلالة البحرية. الرئيس السيسي اطلع على الموقف التنفيذي لهذا المشروع التنموي المتكامل، واستمع لشرح من القائمين على المشروع حول تطورات العمل به. وقد تم التخطيط لمدينة الجلالة العالمية لتضم مصنعا لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، ومحاجر ومصنعا لإنتاج الرخام. كما تضم مدينة الجلالة العالمية منتجعا سياحيا ويشمل فندقا ساحليا وفندقا آخر جبليا ومئتين وتسعين محلا تجاريا وثمانين مطعما وثمان قاعات للسينما وصالة للتزحلق على الجليد ومارينا دولية لليخوت ومدينة للملاهي المائية وتلفريك يربط بين المنتجع السياحي والمدينة العالمية بالإضافة إلى جامعة الجلالة. وكذلك محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومحطة كهرباء الجلالة لتوليد الكهرباء. كما تضم المدينة محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميا. وقد أشاد الرئيس السيسي بالجهد المبذول لإنجاز هذه المشروعات التنموية الكبرى وفقا للبرامج الزمنية المقررة وبأفضل معايير الجودة العالمية، مؤكدا على أهمية هذه المشروعات في ضوء مساهمتها الكبيرة في تحقيق التنمية وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة توفر حياة كريمة تليق بمصر المستقبل التي يتطلع إليها الشعب المصري. على أشرام النيل. We'll be right back.
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا الأحد إلى مسقط في أول زيارة رسمية له لسلطنة عمان. وأشار السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أنه من المقرر أن تشهد زيارة لقاء الرئيس السيسي مع سلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان وكبار المسؤولين في السلطنة، ومن المقرر أن تعقد جلسة مباحثات بين الجانبين لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. كما تتناول المباحثات التشاور بشأن آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. هذا وقد أكد وزير الإعلام في سلطنة عمان دكتور عبد المنعم بن منصور الحسني تطلع سلطنة قيادة وحكومة وشعبا لزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي للسلطنة غدا الأحد. وأضاف الحسني أن الزيارة سيكون لها بالغ الأثر في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وستكون فرصة للتشاور والتنسيق بين الجانبين حول مختلف القضايا العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك. إلى ملف الانتخابات الرئاسية المصرية، حيث أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء الفترة المحددة لتلقي اعتراضات المرشحين للانتخابات الرئاسية، والتي استمرت على مدار يومين دون أن تتلقى الهيئة أي اعتراضات من أي من المرشحين. من جهته أكد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الإجراءات التيسيرية المتعددة التي تقدمها الهيئة للناخبين الوافدين في الانتخابات الرئاسية تأتي في إطار الحرص على تمكينهم من أداء حقهم الدستوري في الانتخاب دون مشقة. في شأن مصري آخر، أكد رئيس مجلس النواب علي عبد العال دور أبناء مصر في الخارج كسفراء في البلدان التي يقيمون بها
في ضوء اطلاعهم بمسؤولية نقل الصورة الحقيقية للأوضاع في مصر. جاء ذلك خلال لقاء عبد العال عددا من رموز الجالية المصرية في جنيف. ومن جانبهم أعرب رموز الجالية المصرية في جنيف عن عميق امتنانهم واعتزازهم بهذا اللقاء. تأتي زيارة رئيس مجلس النواب إلى جنيف للمشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، وكذلك في اجتماعات المجموعة رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب التابعة للاتحاد البرلماني الدولي. يواصل نخبة من الأطباء وطقم التمريض بالقوات المسلحة تقديم الرعاية الطبية ومتابعة الحالة الصحية لمصابي العمليات الإرهابية التي شهدتها مدينة بني غازي شرق ليبيا. يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير أقصى درجات الرعاية للأشقاء الليبيين الذين يخضعون لتلقي العلاج في المستشفيات العسكرية. انطلاقا من الثوابت المصرية تجاه مساندة الأشقاء الليبيين حكومة وشعبا في مواجهة الإرهاب والجهود المصرية الرامية لإعادة بناء المؤسسات الوطنية في ليبيا، وفي إطار الاطمئنان على الحالة الصحية لمصابي العمليات الإرهابية الآثمة التي شهدتها مدينة بني غازي مؤخرا والذين يتلقون العلاج بمستشفيات القوات المسلحة المصرية، أعرب المصابون عن خالص شكرهم للشعب المصري الشقيق على الرعاية الطبية المقدمة لهم بواسطة نخبة من أطباء القوات المسلحة الأكفاء في كافة التخصصات. والله بالنسبة لليبيا ما زالت تعاني، والله تعاني في الإرهاب، هذا ما عاش تم السيطرة عليه بالكامل، لأن ما زالت والتفجير هذا صار قدام مسجد يعني. والله حصل انفجارين من الإرهاب، الانفجار الأول لحظات وبعد جاء الانفجار الثاني بعد ساعة إلا ربع وطاحوا فيه ضحايا. أول قريب 60 شخص، الجرحى قريب حدود 100 قريب والله. فالهدف الباين إن هو يلموا أكبر عدد من السكان، وكان الضحايا واجد يعني، كانت مصدرة كبيرة، ناس طلع من صلاة بالجامع كانوا بيقتلوا المدنيين والعسكريين. ليه؟ هو الإسلام كده؟ هذوما مش عارفة كيف جايين كده، مش عارفة من جايين من كل بلاد ويفجروا في المسلمين وفي الناس وفي الدنيا كلها عليش خرب. أنا بروحي عندي شهاداتني في ليبيا. هذه نشكر مصر على كل حاجة، نشكرها عملت على كل الواجب، هي الدولة الوحيدة اللي وقفت معنا، والأمن والأمان نعمة من الله، بدون الأمن والأمان ما ينفعش البلد، مش هتنفع ولا تمشي قدام. ربي إن شاء الله يحفظ مصر ويخلي فيها أمن وأمان، دي أفضل نعمة في الدنيا. بالنسبة لليبيا ومصر يد وحدة وجيش واحد، ونتمنى قضاء على الإرهاب. وبالنسبة نشكر الجيش المصري للقضاء على الإرهاب. نشهد بالله أن المصريين يعاملونا أحلى معاملة، والله نحترم الرئيس السيسي ونبلغ تحياتي عن أخوتي الليبيين اللي أنا كله. الخدمة الطبية ما شاء الله تبارك الرحمن، بالنسبة للطب نحن بروحنا نحن ملينا أن نحن عالجونا صح. صدق ممانا لما جيت مصر أنا أني تريحت راحة كاملة، بمعنى كلمة أن مصر نشهد بالله أن أبدعوا في الطب وأبدعوا في كل شيء، شهادة بالله، الله يبارك مصر. والله بصراحة أخوتنا المصريين من أعز الناس لنا، والخدمات الطبية كانت خدمات فوق العادة ما شاء الله. مهما نحكي لك على كرم الأخلاق وكرم الهمة مش هنقدر نوفي حق مصر بصراحة سيد رئيس السيسي، ونقول له إن شاء الله مصر تكون على يدك المزيد من التقدم والازدهار إن شاء الله، وإن شاء الله يطول ربي في عمرك وعمر المصريين كلهم إن شاء الله. ونشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الاستقبال وعلى المجهودات الطيبة هذه. والله أنا طبعا مضروب في الأحداث من قبل الانفجار، أنا مصيب من داعش ولي شهر في ليبيا نايم في المستشفى، ما لقيتش في ليبيا علاجي، طبعا تعالجت أنا عند الدولة المصرية. صدق يعني مش فوجوكم، بارك الله في الدولة المصرية هيقعد جميلها فوق روسنا طول العمر، لأن السيسي بروحه بصدق وأمانة يعني موجه له تحية، لأن هو اللي طلب الجرحى الليبيين وهو اللي كلم الطيارات وجابنا لعند هنا لعبد الفتاح السيسي والجيش المصري ولأي واحد مصري. ويا رب يا رب يا رب يحفظكم يا مصريين ويقدرنا على رد جميعكم.
مصر هذه نتعلم منها الوضع الأمني كجيش المصري كتكاتف في الجيش المصري وحب مصر لمدرسة نتعلم منها. الجيش المصري والجيش الليبي يد واحد، السيسي وحفتر يد واحد. يأتي ذلك في إطار الدور المصري الداعم للأمن والاستقرار بليبيا وتقديم العون والمساعدة لمواجهة المخططات والمحاولات الإرهابية التي تستهدف النيل من الشعب الليبي والحفاظ على وحدة الأراضي الليبية وصون مقدراتها. يعقد وزير الأثار دكتور خالد العناني مؤتمرا صحفيا للإعلان عن كشف أثري جديد في هضبة أهرامات الجيزة، ومن المقرر أن يقوم العناني بجولة تفقدية بالمنطقة الأثرية مع مجموعة من الأطفال الصم والبكم قبل الإعلان عن جميع تفاصيل هذا الكشف الأثري المهم وكذلك أهميته التاريخية. إلى تطورات الأوضاع في سوريا، حيث سيطرت القوات التركية اليوم على جبل درامق الاستراتيجي بمنطقة عفرين السورية الذي تنطلق منه الصواريخ الكردية باتجاه مدينة كليس التركية الحدودية، كما قامت برفع العلم التركي على قمته وذلك حسبما أعلنته وكالة الأنباء التركية. في غضون ذلك يواصل الجيش التركي عملياته العسكرية ضد وحدات الشعب الكردي في عفرين للأسبوع الثاني على التوالي، فيما ارتفع عدد القتلى للهجوم التركي على مدينة عفرين شمال سوريا إلى 115 شخصا من بينهم 11 جنديا تركيا. لليوم 14 على التوالي واصل الجيش التركي مدعوما بفصائل من المسلحين السوريين عمليته العسكرية في بلدة عفرين السورية ضد المسلحين الأكراد. الجيش التركي قال إن طائراته دمرت في الساعات الأخيرة 14 هدفا للمسلحين، معلنا مقتل 21 من المسلحين الأكراد. ادعاءات تركيا بأن العملية العسكرية في عفرين تستهدف العناصر الإرهابية جعل الولايات المتحدة تدين استمرار تركيا في عملياتها العسكرية، وأكدت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون العلاقات العامة دانا وايت أن ما تقوم به تركيا في عفرين لا يخدم مسار عمليات دول التحالف الدولي في محاربة الإرهاب بسوريا. نحن نضغط على الجانب التركي لوضع حد سريع للعملية العسكرية في عفرين. طلبناهم بضبط النفس. الهجوم التركي يشكل مصدر إلهاء لمساعي الحرب ضد تنظيم داعش. وأطلقت تركيا في 20 يناير الماضي عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين بشمال سوريا لطرد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية لكنها متحالفة مع الولايات المتحدة، بينما أعلنت سوريا أن العملية العسكرية تعد عدوانا صارخا على سوريا وسلامة أراضيها وتشكل انتهاكا لأحكام الميثاق الخاص بالأمم المتحدة. للمزيد من المتابعة أرحب بضيفي الكريم الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة السورية دمشق السيد يعرب خير بك الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك سيد يعرب. أهلا وسهلا بك وتحية لكم ولكل مشاهدي قناتكم الكريمة. كيف ترى العمليات العسكرية التركية في عفرين في ظل تواصل هذه العمليات للأسبوع الثاني على التوالي وبدء بعض الإدانات الدولية من هنا أو هناك؟ العمليات التي تجري اليوم في عفرين أهمها هو القصف الخفيف الذي يجري على المدينة تحية مدينة عفرين، يعني العمليات التي تحجج بها وتذرع بها الطرف التركي هي مواجهة مجموعات الوحدات المتواجدة على أطراف الحدود، ولكن عمليا الضربات لضربات عشوائية أهم هنالك أن اليوم ازداد عدد الضحايا المدنيين عن 100 هذا كضحايا مدنيين. أما بالنسبة للجرحى فقد كان هناك جداء استهافة من مشافي من مشفى عفرين ومن الوحدات الطبية بسبب كثرة أعداد الجرحى بشكل كثيف جدا، ولم يعد يتسع هناك المشفى لهؤلاء، إضافة إلى تهجير أعداد كبيرة من الأهالي الذين كانوا في المدينة وفي محيطها. سجلت الأمم المتحدة اليوم ما يربو عن 15,000 من المدنيين الذين هاجروا، عمليا الأرقام هذه تتجاوز 15,000 لأن المخيمات الموجودة على أطراف عفرين لوحدها تستوعب 10,000 وهي تحت تستوعب أعداد ضعف قدرتها على الاستيعاب، إضافة إلى من خرج كما يسمى بشكل غير كهروب على الحواجز، يعني حتى وحدات حماية الشعب تمنع الأهالي من الخروج استخدامهم أيضا دور البشر تمنعهم من الخروج إلا بأرقام عالية مالية عالية، بالتالي هي كارثة كبيرة جدا بالنسبة للأهالي من الطرفين عن جهية وهمجية الطرف التركي، إضافة أهم من هذا العنجهية والهمجية لمسلحي ما يسمى
لمعارضة سورية وجيش حر وغيره ويتقاتل مع الأتراك، لأنه البارحة كان هناك إضافة للمجزرة ولكن هنا بعض التساؤلات تبرز فيما يتعلق بحقيقة الموقف الروسي، هل من ممكن أن تصطدم روسيا بتركيا على خلفية ما يجري في عفرين؟ يعني عمليا لنكون واضحين، لا اظن ان هناك من ان هناك اي امكانيه لهذا الاصطدام اليوم، هناك مصالح كبيره جدا واتفاقيات كبيره جدا بين الاطراف خصوصا بحاجتها كما راينا بالنسبه لموضوع سوتشي، بالنسبه لموضوع أستانا ولتنظيم وكونها طرف ضامن للمجموعات المسلحه، هناك عمليه سياسيه اكبر بكثير، يعني اليوم اطراف سوريا بالاغلب هي مشتعله، لا يمكن نحن ان نوقف عمليه وقف تصعيد وهي مهمه بالنسبه لكل الحدود لاجل نقطه محدده يتم فيها القصف مع تركيا. اظن ان هناك لا استطيع ان اؤكد طبعا نيابه عن طرف روسيا وغيره، ولكن بالتاكيد هناك بعض الاتفاقيات، يعني حتى مثلا الجيش التركي لم يدخل الاراضي، هو يرسل مجموعات الجيش الحر بما يوذي بانه فعلا لا يريد ان يكون جيشه في الواجهه لكي لا يغضب الروسي، وانا اعتقد بعد انتهاء الجيش الحر من سيطره وحدات حمايه الشعب سوف يترك الاتراك ايضا يبيعون مسلحي الجيش الحر، يترك الروسي والسوري يتصرف بهم فيما بعد، ولكن اهم من ذلك العمليه القذره البارحه عندما حصل مسلح الجيش الحر على فتاه فقاموا بتعريتها والتمثيل بجلستها وتصوير المشهد بشكل يبعد كل البعد عن كل ما يمكن أن يمثل الإنسانية بطرف، وهذا ما قاموا به مسلحوا جيش الحر وهم رميمين تركيا، وقد كانوا يحتفون باسم أردوغان، وعمليا حتى جيش تركي لا يحتف باسم أردوغان، إلا أن هذه هي طبيعة الحرب التي تشهدها مدينة عفرين والأهالي في المدينة. أشكرك شكرا جزيلا سيد يعرب خير بك الكاتب والمحلل السياسي متحدثا إلينا مباشرة من دمشق. هذا وقد حذر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو اليوم من أن الدعم العسكري الذي يقدمه الجيش الأمريكي للأكراد في سوريا قد يؤثر سلبا على المشاركة الطويلة بين البلدين، ولفت جاويش لأن العلاقات التركية الأمريكية تمر بمرحلة حرجة في ظل الخلافات في وجهات النظر بين البلدين حول الدعم العسكري واللوجستي لمن أسماهم بالإرهابيين. تصريحات جاويش جاءت على هامش مشاركته في اجتماع حول كوريا الشمالية بمدينة فانكوفر في كندا. طلبت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون البيت الأبيض أن تتزود واشنطن بأسلحة نووية جديدة ذات قوة محدودة ردا على تسلح روسيا مجددا، وذلك وفق ما ورد في تقرير الحال النووية الذي نشرته وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة، مشيرا إلى التهديدات المتنامية لكل من الصين وكوريا الشمالية وإيران، فضلا عن عودة موسكو الحاسمة إلى التنافس بين القوى الكبرى. جاء ذلك بعد يوم من تحذير آخر وجهه وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيوس من أن النظام السوري سيكون مخطئا إذا انتهك اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية مرة أخرى على حد زعمه، وذلك رغم عدم وجود أدلة لدى واشنطن على ذلك في الوقت الراهن على حد قوله. شن الطيران الروسي غارات جوية مكثفة على مدينة سراقب والمناطق المحيطة في ريف إدلب، وذلك بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي مكثف على بلدات دوما وكفر بطنة وحمورية وعدة مناطق في الغوطة الشرقية المحاصرة. يأتي ذلك بينما اندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وفصائل المعارضة في محيط وأطراف مدينة عربين إثر محاولة القوات السورية التقدم في المنطقة. وفي إدلب تعرضت عدة مناطق في مدينة خان شيخون للقصف بالقذائف المدفعية مما تسبب في وقوع إصابات، فيما تعرضت كل من معرة النعمان وسراقب إلى قصف بالبراميل المتفجرة مما أدى إلى وقوع جرحى. من سوريا إلى العراق، حيث أعلن الجيش العراقي عن انطلاق عملية واسعة لتطهير صحراء الأنبار باتجاه الحدود العراقية السعودية من عناصر تنظيم داعش الإرهابي. وذكر مسؤولون بالجيش العراقي أن العملية تهدف إلى تدمير مخابئ تنظيم داعش الإرهابي ومناطق التحصين الخاصة بهم في الصحراء الغربية للأنبار التي كانوا قد لجأوا إليها بعد هروبهم من المدن المحررة في المحافظة. على جانب آخر، نفى الأمن العراقي التصريحات التي تم تداولها بشأن تواجد 800 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي في كركوك، مؤكدا أن المحافظة باتت تحت سيطرة القوات العراقية بشكل كامل.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة الرائد علاء العيداني المراسل الحربي لوزارة الدفاع العراقية. أهلا بك سيادة الرائد. أهلا وسهلا بحضرتك. كيف تبدو عملية تطهير صحراء الأنبار من فلول تنظيم داعش الإرهابي؟ هل هناك بعض الصعوبات ربما تواجهها القوات العراقية أم كيف تبدو الصورة؟ محررة الأنبار محررة بالكامل حسب ما علمت القيادة، لكن هناك بعض الجيوب وهناك بعض المناطق يتم معالجتها وتطهيرها، ونجد متابعة بعض من حاول الفرار من القوات الأمنية. أعتقد الوقت الحالي عمليات تطهير وعمليات لتطهير باقي مناطق من المعتبرة من الناس. ألو؟ نعم أسمعك سيادة الرائد. ألو أسمعك يا فندم أكمل. نعتذر مشاهدينا الكرام عن هذا الخطأ التقني، وأشكر سيادة الرائد علاء العيداني المراسل الحربي لوزارة الدفاع العراقية على هذه المشاركة البسيطة معنا. ونتحول لمتابعة تطورات الأحداث المتلاحقة في سياق الأزمة اليمنية، حيث أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون دعم الولايات المتحدة الأمريكية للحكومة الشرعية اليمنية والرئيس اليمني عبد الرب منصور هادي، وكذلك التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. كما أدان المتحدث باسم البنتاغون في تصريحات له ممارسة الحوثيين التي تهدد أمن واستقرار اليمن، لافتا إلى الدور السلبي لإيران من خلال نشرها الأسلحة المضادة للسفن المهددة لحرية الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية، فضلا عن تزويدها الحوثيين بالمساعدات التقنية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن واشنطن تقدم دعما لوجستيا في المعارك ضد الحوثيين. فر عشرات المسلحين الحوثيين من مواقعهم في جبهات الساحل الغربي باليمن، وذلك مع احتدام المعارك وتقدم قوات الجيش الوطني بإسناد من قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. كذلك تصدت قوات الجيش اليمني لهجوم عنيف شنته ميليشيات الحوثي على مواقع الجيش في جنوب شرق تعز. وأوضحت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني تمكن من صد هجوم الميليشيات، كما قتل العديد من عناصرها من بينهم قيادي مع عدد من مرافقيه، وذلك خلال محاولتهم التسلل باتجاه مواقع الجيش اليمني في مديرية أصلو. في ختام النشرة هذا تذكير بأهم ما جاء بها من عناوين للأخبار. السيسي يؤكد خلال تفقده مشروع مدينة الجلالة أهمية هذه المشروعات لإسهامها في تحقيق التنمية وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة. الجيش التركي يواصل عملياته العسكرية في عفرين، وأنقرة تحذر واشنطن من تداعيات الدعم العسكري للأكراد وتأثيره على المشاركة بين البلدين. تصاعد الاشتباكات بين الجيش اليمني والحوثيين على عدة محاور، والبنتاغون يؤكد دعمه للحكومة الشرعية اليمنية سياسيا ولوجستيا. بهذا مشاهدينا الكرام ننهي نشراتنا الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا على الانترنت 9.eg. إلى اللقاء.